مساومة المرأة أصبحت ظاهرة في كل الأوساط، واللي مش عايز يعترف بكده براحته. مفيش وسط، مفيش نشاط، مفيش مجال في مصر إلا ما المرأة بتتساب من مديرها، من رئيسها، من زميلها. فدي بقت ظاهرة ما كانتش موجودة قبل كده. فدي تسليط الضوء على ده كان ناتج من ان الظاهره دي شفتها في وسطنا، مش بستثني وسطي يعني، وشفتها في بقيه الاوساط. ودي ظاهره يعني تقدر تقول عليها ظاهره مرضيه، يعني مرض اجتماعي. فكان لابد من ان انا لما رصدتها حسيت ان انا عايز احطها في الفيلم يعني.